ده الهومورك اللي كان على درس الاستاتستكس. The mode of a set of values is the most repeated value. أو ممكن أقول the value which repeated more than the others. المود للفاليوز دي هشوف إيه اللي اتكرر أكتر 2 يبقى المود 2. هنا المود عايزينه يطلع 7 يبقى الـ x plus 1 لازم تبقى 7 وبالتالي الـ x هتبقى 6. في نمبر دي عايزين الميديان يبقى لازم نعمل الرينج الأول 4 وبعد الـ 4 6 بعدين 8 10 وبعد الـ 10 17 أتأكد هم 5 values وأنا عملت لهم الرينج 4 6 8 10 17 ميديان أخد اللي في الميدل بس اللي في الميدل بعد ما عملت الرينج ascending بقى أو descending اللي في الميدل هيفضل في الميدل الميديان هنا طب دول عددهم even برضو أول حاجة أعمل الرينج 3 بس في قبل 3 2 يبقى 2 3 5 7 بعد 7 في 9 وبعدين 11 أتأكد هم 6 values ورتبناهم 2 3 5 7 9 11 طب في 2 في الميدل اتفقت معاكم لما يكون عددهم even هيظهر 2 في الميدل هياخد الصم واعمله over 2 5 plus 7 12 over 2 هيطلع الميديان ب 6 ذا مين عايزين المين للفاليوز دي المين بقى بناخده الصم اوف فاليوز عن نمبر اوف فاليوز تعالوا نعملهم بلس كده 10 9 1 10 يبقى كده 20 4 6 10 كلهم 30 كده يبقى 30 ده مش الانسر 30 over number of values اللي هم 6 يبقى 30 over 6 هيطلع المين ب 5 وصلنا لجي السؤال جه بالعكس ده من الأسئلة المهمة if the mean of the values 9 4 5 and the x is 5 المين عايزينه يطلع 5 يا ترى الاكس تبقى ايه طب ما احنا نجيب المين نجيب المين للفور values دول اللي هما 9 4 5 and x بيتجاب ازاي المين بناخده الصم يبقى 9 plus 4 plus 5 plus x over number of values عدد ال values 4 عايزين الانسر يطلع 5 علمتك طريقة في الحصة ان انا عشان اوصل للفاليو بتاعت الx هاخد ال 4 times 5 minus الصم للvalues اللي موجودة هنا وكده اقدر ان انا اجيب الفاليو بتاعت الx يبقى 4 times 5 minus الصم لدول اللي هو هيبقى 18 كده 20 minus 18 2 يبقى الx 2 H قبل ما انسى بس ساعات في جي الناس تجرب يقول انا مش هعمل كده هقعد اجرب هجرب الاكس ب 1 واجيب المين طلع اقل من ال 5 هجرب ال 2 براحتك معاك طريقه اهي ولو انت نسيتها ممكن تجرب التجربه هتاخد منك شويه وقت زياده مش اكتر لكن هتوصل برضه if the mean of the marks 5 students is 20 يبقى number of students 5 والمين طلع 20 عايز الصم افتكر بقى الماجيك تراينجل كنا بنقول المين ايكوالز الصم على نمبر اوف فاليوز يعني الصم فوق يبقى لما اجي اجيب الصم هاخد النمبر اوف فاليوز تايمز المين يبقى اعمل 5 تايمز 20 هيطلع الانسر 100 لا نحاول بقى نقلل اسئلتنا شويه مصطفى الله يخليك النهارده بقى نحاول نقلل ان احنا عندنا حاجات كتيرة النهاردة General Exercise بقى. ده Exercise على Unit 2 كله بقى بيكلمك هنا The degree of the term 3x squared y يبقى ده من الثيرد ديجري عشان x بار 2 y بار 1 It's coefficient الـ coefficient 3 هنا هو أخذ الـ common factor بالنيابة عنك 3a عايزين اللي جوه هتعمل division 6a بار 2 ديفايد 3a هيبقى 2a وبعدين 12ab ديفايد 3a هيبقى 6b برضو هنا اخدنا الكومن فاكتور a بلس 1 طب ايه اللي فاضل؟ فاضل هنا x ماينس y يبقى x ماينس y الاكسبريشن ده بنسال على الديجري بتاعته الديجري هتبقى سكند ديجري
second degree. E x minus 5 وهنا نقط وهنا x squared minus 25 كنا بنسميها case 2 طالما الانسر متكون من 2 terms وبينهم minus يبقى هنا x minus 5 يبقى الاكسبريشن الثاني هيكون x plus ال 5 f دي على الفيرست كيس هاخد الفيرست تايمز الفيرست هيبقى 4x باور 2 السكند تايمز السكند هيبقى بوزيتيف 12 هنجيب المينز كده المينز نيجاتيف 3x وهنجيب الاكستريمز 4x تايمز نيجاتيف 4 هيبقى نيجاتيف 16x هاخد الصم بتاعهم يطلع نيجاتيف 19x هنروح لجي وده سؤال محتاج منك شوية ذكاء بقى أنا ما أعرفش الفاليو بتاعت الـ A أو الفاليو بتاعت الـ B لكن هو قال لك الإكسبريشن ده على بعضه كده A plus 3B الفاليو بتاعته 7 الـ C 3 عايزين ده طب هعمل إيه في ده؟ مش هتقدر تعمل غير حاجة واحدة إنك تاخد الـ 3 وتعمل ديستريبيوشن هتنزل بالـ A زي ما هي plus 3 تايمز بي يبقى 3 بي وبعدين 3 تايمز سي يبقى 3 سي طب وبعدين بذكاء وبحسن تصرف منك كده هتاخد الاكسبريشن ده تشيله خالص وتنزل مكانه 7 زي ما قال يبقى A plus 3 بي صحيح انا ما اعرفش الاي كام ولا اعرف البي كام لكن الاكسبريشن كله على بعضه اعطولك ب 7 تشيله وتحط مكانه 7 بلس وادي 3 ومكان السي حسب ما قال لك 3 يبقى كده 7 بلس 3 تايمز 3 يعني 7 بلس 9 هيبقى الانسر النهائي 16 يمكن السؤال الوحيد في الهوم ورك اللي كان محتاج منك شويه ذكاء وتعرف تتصرف ويبقى الانسر النهائي 16 أنا هراجع بيه عايز أقول لك برضه لو أنت حابب تتأكد في رقم بي إن أنت صح هتاخد 3A تايمز 2A 6A بار 2 هتاخد 3A تايمز 6B أو 3 تايمز 6 مش ب 12 مش عارف قلبي حس كده إن فيها حاجة رقم بي ديت يبقى هنا مش 6 لكن هنا كام؟ هعمل ال 12 ديفايدد 3 هيبقى هنا 4 بحيث لما اعمل 3a تايمز 4b هيبقى الانسر 12ab وصلنا ل h a over b 70 عايز a over 2b طالما زود 2 في الدينومينيتور تحت يبقى هتاخد ال 70 تعملها divided 2 هيطلع الانسر 35 تاني a over b ب 70 عايز a over 2b حط 2 مع الدينومينيتور يعني كانه بيقول لك اعمل divided 2 يبقى اخد ال 70 divided 2 ب 35 جت اكتر من مره في الامتحانات بس ساعات يحط ال 2 فوق بدل مع ال b خلي ال 2 مع ال a يبقى ساعتها مش هعمل ال 70 divided 2 لكن هعمل ال 70 times 2 يبقى لقيته مزود 2 في الدينومينيتور اخد الانسر اللي اعطوه لي ديفايدد 2 طب زود 2 فوق في النيومريتور يبقى هاخد اللي هو اعطوه لي ده واعمله تايمز 2 وده سؤال من الاسئله التراكميه ووضحت لكم ان هيجي في الالجبرا 3 بيجوا في الكومبليت والتشوز اسئله تراكميه وزيهم في الجمل هنعمل ديفايدد هنا 15x بار 4 مش هينفع تعمل بلس لان دول unlike terms لكن اخد كل واحد منهم divide 5x بار 3 15x بار 4 divide 5x بار 3 هيبقى 3x وبعدين 5x بار 3 divide 5x بار 3 هيبقى الانسر ب 1 2 simplify هنشوف اللايك تيرمز ونحسبهم عندك 4a 5a negative 3a دول like terms نحسبهم 4a 5a يبقى كده 9a minus 3a هيبقى 6a طب بالنسبه للb في 9b و negative 2b و 6b 9b minus 2b 7b plus 6b يبقى 13
بي، يبقى الانسر النهائي 6A بلس 13B. عندك 19 بار 2 اللي هي 19 تايمز 19، وفي هنا 19 وفي هنا 19 كانها تايمز 1. اخد ال 19 كومن فاكتور تايمز بين براكتس، هيفضل هنا هي 19 بار 2 خدنا 19 يفضل 19 ماينس 19 تايمز يفضل 2 بلس خدنا ال 19 والمفروض تايمز 1 فيفضل ال 1، والكلام ده اوفر 19. هتقدر تكنسل ال 19 دي مع ال 19 دي وتحسب اللي بين براكتس، كده هتطلع الاجابه النهائيه 18. 3 ده بيمرنك على السبيشال كيسز اللي احنا اخدناها. First times first دي تعتبر كيس 2. First times first هيبقى 4x squared. Second times second هيبقى negative 25y squared. مفيش middle term لأن الـ 2 brackets زي بعض ومختلفين في الساين. دي كنا بنقول عليها كيس 3 اللي هو first times itself هيبقى x squared، والسكند تايمز اتسيلف هيبقى بوزيتيف 9y سكويرد. فيرست تايمز سكند تايمز 2 هيبقى نيجاتيف 6xy. سي على الفيرست كيس، فيرست تايمز فيرست 6a بار 2، سكند تايمز السكند هيبقى نيجاتيف 35b بار 2. هنجيب المينز وهنجيب الاكستريمز. المينز نيجاتيف 10ab، الاكستريمز هيبقى 21 اي بي، خد الصم بتاعهم هيطلع 11 اي بي. اهم حاجه الساين دي ما تتلخبطش فيها. دي كان على اخر كيس اخدناها، ان انا باخد الفيرست تايمز الاكسبريشن ده كله واخد السكند تايمز الاكسبريشن كله. هنوسع لها مكان عشان دي محتاجه بس ايه شويه خطوات كده. نفس رقم دي لما ناخده اكس ونعمل ديستريبيوشن، تايمز الفيرست يبقى اكس بار 3 تايمز السكند نيجاتيف اكس سكويرد، اكس تايمز ال1 هيبقى اكس. بعدين ناخده ال1 تايمز الفيرست تايمز السكند تايمز الثيرد، 1 تايمز اكس سكويرد هيبقى اكس سكويرد، 1 تايمز نيجاتيف اكس هيبقى نيجاتيف اكس، 1 تايمز 1 هيبقى 1. هتشوف اللايك تيرمز فهتكتشف ان نيجاتيف اكس سكوير هتتكنسل مع بوزيتيف اكس سكوير، وبوزيتيف اكس مع نيجاتيف اكس، وبالتالي ايه اللي فاضل كده؟ الاكس باور 3 بلس ال1. 4 ده على اخر درس احنا كنا واخدينه اللي هو الهايست كومن فاكتور. لو حد متلخبط في حاجة أو ناسي حاجة فرصة إنك تفتكر دلوقتي. 16x بار 3 بلس 8x بار 2، 16 و8 الاتنين divisible by 8. أو أنت الأول هتجرب هل ال 16 divisible by 8؟ أيوه، خلاص يبقى أنت مرمط كده هتاخد ال 8. طب بالنسبة للليترز هنا x بار 3 x بار 2 تاخد الأقل عشان لما تيجي تعمل divided ما يطلعلكش باور بالنيجاتيف. وسبق قبل كده وقلت الباور اللي بالنيجاتيف ده هيبقى الترم الجاي. 16x بار 3 ديفايد 8x بار 2 هيبقى 2x. 8x بار 2 ديفايد 8x بار 2 هيبقى 1. 15 6 3 اقل واحد 3، ال15 ديفيزبل باي 3 وال6 ديفيزبل باي 3 برضه، يعني كلهم ديفيزبل باي 3 يبقى اخد ال3. طب في هنا A bar 3، هنا A bar 5، هنا A bar 2، هاخد الأقل A bar 2. B bar 4، B bar 3، B bar 2، هاخد الأقل B bar 2. وبعدين اتحول السؤال بقى سؤال division. division مش أي نوع، ده expression by term اللي هو دايما بيجي لك في الامتحان، يقول لك divide expression by term. الـ first term divide 3A bar 2 B bar 2 هيبقى 5A B bar 2. plus second term divide 3a bar 2 b bar 2 هيبقى 2a power 3 b. طب والثيرد term لما اجي اعمله divide 3a bar 2 b bar 2 اللي هيفضل negative 3. وصلنا عند c
احنا بنجاوب دلوقتي في سي، محتاجة ستيبس نفس اللي بنعمله في مسائل يوز ديستريبيوتيف بروبرتي. هتشوف هنا اللي اتكرر 15 تايمز، يبقى أول حاجة هتعملها هتاخد ال 15 تايمز وبتوين براكتس، هيفضل هنا 17 بلس 13 ماينس 30 ايكوالز. هتنزل بال 15 تايمز هتحسب ده هيبقى 0، و 15 تايمز 0 هيبقى الانسر النهائي ب 0. 3 ستيبس. سواء قال لك بقى factorize by identifying, find the result by taking out the highest common factor، يقول لك use distributive property to find، انت بتعمل نفس الستيبس، ما بتعملش ستيبس جديد، نفس الستيبس بالظبط بيتعمل. هنروح بعد كده على اللي زيها بالظبط دي. نمبر دي هتاخد اللي تكرر بعلامة التايمز، عندك 5 هنا 48 باور 2، ال 48 باور 2 كأنها 48 تايمز 48، وهنا عندك 48 تايمز وهنا 48 تايمز، يبقى الكومن فاكتور كده 48 تايمز between brackets، هنا هيفضل 5 تايمز 48. ليه؟ لأنها كانت 48 بار 2، يعني 48 تايمز 48 احنا بناخد واحدة بس، يتبقى 48 بلس، خدنا ال 48 مع التايمز هيفضل 7 بلس، خدنا ال 48 هيفضل 53. ستيب 2 هتنزل بال 48 تايمز هتحسب اللي موجود between brackets هيطلع 300، هتعمل دول تايمز 1440 لما هتعملهم تايمز في الاخر، يطلع معاك الانسر النهائي. اعتقد ان هم هيبقوا 2 زيروز مش 0 1. نشوف بعد كده رقم اي. اخر سؤال اي 17 بار 2، فكرة اللي فوقيها اللي هي معناها 17 تايمز 17، طب وهنا في 17 لوحدها كده، يبقى كأنها تايمز 1، يبقى أول حاجة هناخده 17 تايمز between brackets 17 بار 2، خدنا منها 17 يفضل 17 ماينس، هنا 17 تايمز هيفضل الـ 8 بلس 17 اللي لوحدها دي، احنا كلنا فاهمين إن هي كأنها تايمز 1، فخدت 17 هيفضل الـ 1. ستيب 2 هنزل بال 17 تايمز هتحسب ده هيطلع 10، تعمل تايمز هيطلع لك 170. لازم في 3 ستيبس، والمسائل دي هتلاقيها كمان شويه في كل الامتحانات اللي جت على مدار السنين اللي فاتت. احنا بكده خلصنا اخر هوم ورك كان موجود في البوكلت. طيب احنا هنراجع رقم بي، احتمال يكون الواحد عمل ديفايدد غلط او حاجه، فهنراجع رقم بي اهي. عندنا 15 6 3، يبقى احنا هناخده كده 3. بالنسبه للليترز قلنا اقل ايه فيهم هي A بار 2، بالنسبه للبي اقل لتر فيهم اللي هو B بار 2، بعدين between brackets هناخده الفيرست تيرم ديفايدد 3 A بار 2 B بار 2، هيطلع 5 A وبعدين B باور 2. السكند تيرم ديفايد 3 A بار 2 B بار 2 هيطلع 2 A باور 3 B، وبعدين نيجاتيف 3 ديفايد 3 هيبقى نيجاتيف 1. تقريبا انا كنت عاملها اول مره 3، لا 3 غلط طبعا، 3 ديفايد 3 هيبقى 1، وبعدين A بار 2 ديفايدد A بار 2 يبقى 1، B بار 2 ديفايدد B بار 2 هيبقى 1، يبقى هنا نيجاتيف 1.